هذه سائلة تقول: ما حكم حضور حفلات الزواج التي يكون فيها ضرب الدف مع استعمال مكبرات الصوت أثناء ضرب الدف؟ ضرب الدف سنة للنساء في مناسبة الزواج، لكن مكبر الصوت هذا لا يجوز، لأنه يخرج الصوت إلى الخارج ويسمعها الرجال، بل يكون الصوت عند النساء فقط ولا يخرج إلى الصوت، هذا منكر. وإذا لم يتركوا هذا المنكر فلا تذهبي إلى هذا الزواج. نعم.